الاستاذ محمد بن لمو الشاعر والصحافي مرحبا بك في اسماء في الذاكره اهلا وسهلا شكرا جزيلا مرحبا. هناك اسماء من الوسط الاسري تحضر مشرقه في حياه الانسان ولا تغيب ابدا عن البال ماذا عنها في حياه الشاعر والصحافي محمد بن لمو طبعا لابد ان ابدا بأمي الراحله السعوديه المناسبة ديال العيد العالمي للمرأة لي كما كل الأمهات لعبت دور في تربيتي وفي تكويني وفي تقبل شغبي وفي تشجيعي على الدراسة وعلى رغم أنني لنا أنا ابن قرية كنت يعني اشتغل بالفلاحة وأدرس قبل أن أنتقل إلى الإعدادي والثانوي ثم الأب ديالي الراحل عمر بلمو ليس فقط لأنه الأب ديالي ولكن أيضا لأنه من ناحية كان كان عضوا في فرقة الملحون بقصبة بن عمار كان يعزف على الكمان وعلى سويسن وايضا كان فلاحا يعني يلجا اليه الفلاحين فيما يخص التقويم الفلاحي كنت عندما اكون بصحبته الى الحقل كان يلتقي الفلاحون ويسالونه عن المنزلات وعن الحكام التي كانت تقال في كل منزله وطبعا هو لعب دور اساسي في في تربيتي وفي تكويني ايضا من من بين اساتذتك كان له فضل عليك بشكل ما وتستحضره لنا الان؟ نعم نستحضر استاذي الجليل القاس والناقد سي محمد ادرغا هذا أه الاستاذ كان درسني في المستوى الخامس في الادب العربي خريج جديد من الجامعه فقام بتحول كان له يعني تاثير كبير في مسيرتي الادبيه وفي البدايه اختار ان نوقف دراسه العقاد وان نبدا بدراسه الروايه المغربيه اللي هي رفقه السلاح والقمر وفي ذاك الوقت سالنا على الروايات التي نعرفها طبعا القسم كله لا يعرف الا روايتين مغربيتين هما في الطفوله لعبد المجيد مجلون ودفن الماضي لعبد الكريم غلاب. فذكر لنا انذاك اكثر من 24 روايه مغربيه كنا نجهلها. من هنا بدات يعني بدا اتجاهنا الى استكشاف الادب المغربي، كان كل ما ياتي كل اثنين كان يذكر لنا جديد الإصدارات المغربية خصوصا بالنسبة للمجلات التي كانت تصدر الثقافة الجديدة البديل الجسور كان يذكر لنا محتوياتها محتوياتها عفوا اللحظة أه الثانية هو أنه في مرتين سألنا من يكتب من يكتب كنت أنا أكتب بعض الخربشات فقدمت له نصا قصصيا وبعد أسبوع خصص فترة من من وقت الدراسة لقراءة هذه القصة ومناقشتها مع التلاميذ وطبعا استمرت هذه العلاقة حتى بعد بعد أن وصلت إلى الجامعة وتخرج إلى يومنا هذا ويتابع كتاباتي إصداراتي كلها ويكتب عنها وله طبعا هو عضو في اتحاد كتاب المغرب له مجموعتين قصصيتين كسكس الجمعة ورحلات الصيف والشتاء وساهم كتاب جماعي حول الكتابة والموت. وانت تكتب اولى نصوصك الابداعية بمن تاثرت من الكتاب والشعراء؟ في البداية يعني الخربشات الأولى كنت متأثرا بقراءاتي الأولى عندما كنت أتابع دراستي في مدينة مولي إدريس زرهون كنت أقرأ لجبران خليل جبران هي المنفلوطي آه يعني إلياء أبو ماضي الذي درسناه في الـ في الـ في الـ في الثانوي ما كانت في البدايه هذا هو يعني تاثر بهذه الاسماء جبران إلياء أبو ماضي طبعا آه لـ لـ الاسماء التي درسناها في في ثانوي خصوصا الشعر الجاهلي الشعر الاسلامي طيب المتنبي الى اخره نواس من بعد عندما بدات اكتب يعني ما يمكن ان اسميه محاولات متقدمه في الشعر كنت متاثرا بالاساس ب محمود درويش شاعر محمود درويش وبامل دنقل من اكثر شخص يستحق ان تقول له شكرا لدوره المهم في حياتك المهنيه كصحافي؟ يعني الصحفي الذي كان له فضل كبير علي في الحقيقه وانا دائما احب ان ابقى وفيا للاسماء والاشخاص الذين كان لهم دور في حياتي هو سي عبد بن شريف. سي عبد بن شريف عندما كنت في الجامعه كنت اكتب مقالات وكان تنشر كان ينشرها لي الراحل احمد بن جلون جريده المسار ثم جريده الطريق. عندما حصلت على الاجازه اتيت الى الرباط وبدات اتعاون مع الراحل احمد بن جلون هناك التقيت بالزميل عبد الصمد بن شريف الذي كان في كان يشتغل انا في جريده الميثاق الوطني وكان يتابع كتاباتي في الجري في جريدتي المسار والطريق وهو الذي كان له الفضل لكي التحق بجريده الميثاق الوطني وعندما التحقت بجريده الميثاق الوطني كان هو مسؤولا على القسم الدولي وكان يشجعنا الكتابة على الكتابة عن القضايا الدولية وطبعا يعني في المجال الثقافي لأنه هو كذلك كان يكتب يكتب إبداعا كان غزير الإنتاج لو تسنى لك تكريم اسم نسائي مغربي من تختار؟ نعم راحلة فاطمة المرنيسي فاطمة المرنيسي اللي كان لها دور كبير في في الكتابه السوسيولوجيه وانا كنت خريج كنت خريج السوسيولوجيا يعني أفادت المكتبه المغربيه بمؤلفات يعني جديره بالقراءه وجديره بالاهتمام ودافعت أيضا على المرأه المغربيه. قامة فكرية مغربية تحتفظ لها في ذاكرتك بموقع خاص جدا أه لا بد أن أذكر الدكتور عبد الهادي التازي المؤرخ والدبلوماسي الذي يعني بقي اسمه راسخا في ذهني كنا قد استدعيناه سنة 2011 لإلقاء محاضرة في مهرجان ابن عمار زره الذي ننظمه ب بقصبه بن عمار ومدينه مولي ادريس فعلى عكس عدد من الاسماء كنا نستدعيها ويعني تضع شروطا يعني رحب بالفكره ورغم سنه يعني كان متقدما في سنه 2011 كان متقدما في السن حاضر معنا وهو الذي تكلف لان الجمعيه الامكانيه على يعني قد هو الذي تكلف بالاقامه في في الفندق واصر على الحضور انتقال الى قصبه بني عمار يعني في, 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 كانت الحراره اكثر من 40 في, في شهر يوليوز اصر رغم ان ابنه قال بانه ربما يعني الحر كثير عليه اصر ان يحضر معنا في, يعني في الوقت ديال تقول احنا ما بين 12 والجوج وذهب معنا الى القصبه وتجول في ازقتها وتحدث مع ناسها واطفالها و بعد ذلك كتب مقالا تاريخيا اعتبره من الوثائق الاساسيه بالنسبه لتاريخ قصبه بن عمار في لحظة ما يصبح الفرار من الذات للاقتراب منها أكثر أمرا حتميا ماذا عن وجهتك في هذه الحالة؟ قصبة بن عمار أو التراب الأول كما أسميها هي القرية التي ولدت فيها بجبل زرهون وهي التي لا يمكن أن يمر أكثر من شهر دون أن أزورها وإلا انفجرت.